عندي علاقة وطيدة بالمطبخ. أولا بحكم تربيتي، إحنا كانوا كيلحوا على أن رغم الدراسة خصك ضروري تكون تكوني عندك أولويات البيت في حياتك، خصك تعلمي مجموعة الأشياء، لا سواء اللي عندها علاقة بالطبخ أو اللي عندها بترتيب البيت. ولكن علاقة كنظن علاقة ممتازة ياك علاقة ممتازة الحمد لله. وحتى لأني بعد شعب مع بعض الأصدقاء، وهذا كيقول لي بعض الأكلات مباشرة كيدخلوا كيبقوا يقلبوا في جوجل، يقلبوا في، كنقول لهم شوفوا أنا الحمد لله لاباس، خديتها من عند الأم ديالي الله يرحمها. الله يرحمه. كنظن حتى في التربية المغربية الكلاسيكية من الإيجابيات ديالها كانوا كيلحوا أو كانوا كيأكدوا على أن هذه الأشياء البنت تكون عندها، ومن أكيد بعد هي حرة تستمر إلى حفظنا عليها ممتاز. يعني ولا السيدة كان عندها اختيار آخر كيبقى رأيها الحر، وهذا ولكن طبعا ما كيقللش من الشخصيه ديال المراه، يعني لا بالعكس لو ما كان في اي مجال كانت ما كيقللش من قيمتها ومن شخصيتها بطبيعه الحال. بالعكس، الطبخ كان الطبخ المغربي ولا المطبخ المغربي ممكن إلا نعتزو به، وكتجي متعة أنك أولا صحيح كتفرح راسك كتفرح عائلتك، وتا كتجي من أخويا أنك كتستقبل ضيوفك بالفرح، وانت اللي وحضرتيها.